السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الرسالة دي لي وليكي. احنا هنتكلم النهاردة عن الانجليش لانجوج الف وي هاف توك اباوت ات بيفور، كأننا لم نتحدث عنها من قبل. اللغة الانجليزية زي اي شيء مكونة من 26 حرف 26 letters. الحروف دي جينا نقسمها، قسمناها لمجموعتين، مجموعة اسمها consonants ومجموعة اسمها vowels. مجموعة اسمها consonants دي اللي هي الأحرف الساكنة consonants، والمجموعة الثانية اسمها الأحرف المتحركة اللي هي vowels. الأحرف المتحركة دي علموها لنا قبل كده مش مظبوط، مش هنقول غلط بس هنعرف ايه الصح فيها. الأحرف المتحركة دي لو جمعناها هتبقى بشكل الأستاذ فاول، مستر فاول شكله عامل كده A E I O U Y. الجديد اللي احنا هنعرفه الحرف الواي، الواي ده فاول زائد انه كونسونانت في نفس الوقت، يعني مشترك الاثنين. ونتقابل مع بعض في معلومات جديدة عن اللغة الإنجليزية. شكراً.